اهلا البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال، وهذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير. الله يخطيكم عليا العائله ديالي، الله يحفظكم. شكرا لكم على التعليقات الزوينه، وما تنساوناش من اللايك ومن البارطاج، وتخليوا لي رايكم في التعليقات البنات. اش نقول لكم؟ عرفتوا شنو هي كرهت راسي؟ وحق لا اله الا الله الا في هذه الفتره هذه، ما عرفتش واش كتوقع لكم نتوما بحالي ولا لا. كتجي واحد الفتره كتبقاو على نفس الروتين، نفس الروتين ديال كل نهار، صافي كتوصلوا لواحد واحد المرحله ديال ستوب، نسد الباب ديال ما كتبقاوش تحملوا راسكم، خاصكم ضروري شي حاجه تبدلوا. انا نصت ما نبدل سميتو داكشي وديتو يعني الحيله هذه كندي فيه، نحول شي ناموسيه من جهه لجهه، ما مسالية، ما اصلا عندي على معطله وحولتها فراسي، ما بقيتش حملتو، تعطيني الصدى بزاف. سديت الباب راسي البنات، ما نكذبش عليكم، ما بقيتش حملت راسي. تلقى بزاف التعاليق اللي كتقولوا لي على حساب الحجبان، صباح قادي الحجبان، واش انا دابا البنات في الحجبان؟ ربي دخلنا عليكم بوج الله. واحد المشا كثر حدايا نمشيو للحمام. لا مشي للحمام، تمشي معايا انت دابا. لا شويه نصايب شعري، ماما هاني تعلمت هذيك الزحليقه الشوكولاتيه. مشعك اكثر مني، ويلي مشعك وبنت اش خلاتها بغيت تقول لي نفطيو بناتها. المهم البنات هنا كيف ما كتشوفوا، شوفوا طلعوا لي لي غاسين كحليين، حجباني ولاو كحليين، ما بقيتش اصلا كنقادهم، ما بقيت يعني موسطاجي ولا كبر من ديال بوشتة. تحية كبيرة لبوشتة اللي خدام معانا المعلم، والله انت موسطاجي ولا كبر من دوبيل، وانتوما جالسين تتقولوا لي على الحجبان، واش انا دابا في الحجبان؟ تنقلب على الفويونس، تنقلب على لافابويات، على بدلة قلداري، وتلقى التعاليق صباح نير الحجبان كثير، عاودي لي الميكروب ليدي ما مساليش. الناس اضعف الايمان، اشنو اللي غادي ندير؟ فهو غادي نصبغ شعري. المهم وحتى من هاتو البنات، وما غنمشيش عند الكوافور البنات، ديك 50 درهم اللي غنصبغ بها شعري زايده فيا، ما نكذبش عليكم. انا اصلا مولفه تندير في شعري على راسي، فبغيت نقطعو. فاش لي بوان البنات، لي بوانت شو شو باش تعرفوني راني راسي ما مرطاش. هانتوما البنات شوفوا شعري ضروري خصو يتقطع منو هاد لي بوانت هادو. الا بغيتو شعركم تقادو البنات، دابا نجيب واحد الرشاشة غنوري لكم سميتها. كان الطبيب كان عاطيها لنا والختي ديال الشعر، وبزاف اللي شكروها ليا، قالوا لي كتخلف شعرنا اصلا شعري. الصراحه ما نكذبش عليكم البنات، كنت جربت ليه واحد الشامبوان ولكن ما عجبنيش، فما شاركتوش معاكم، كذبوش على الله بداو كذبوا عليكم. بحال دار ليا الحكه في شعري، فصافي بدلت وليت خديت شامبوان اخر باش حتى الا وافق ليا ولا شي حاجه نشاركو معاكم، ما وافقش ليا يبقى مني راسي، ما نخرج على بنادم ما نوري لكم شي حاجه ماشي تنهي. دائما البنات فاش كنبغي نبارطاجي معاكم شي حاجه اولا كتكون شي كولابوراسيون ولا شنو، كنجربها في راسي انا الاولى، الا ما عجبتنيش واخا ما عرفتش شنو يعطوني فيها والله ما نبارطاجيها معاكم. علاش؟ لان نتوما اللي كديروا 5 دراهم و10 دراهم سميتو ديال الكونيكسيون باش تفرجوا فيا انا، باش تدعموني انا، فما نمشيش نشد الفلوس باش نخرج عليكم شي حاجه نديرها تواتيني وتعجبني سميتو غنبارطاجيها معاكم، ما تواتينيش لي يجيبوا هذوك الفلوس اللي غادي نشد باش ما غادي نوري لكم شي حاجه ماشي تالي. دونك جربت واحد الشامبو البنات وما عجبنيش،
داكشي علاش ما بارطاجيتوش معاكم وما وريتوش. صافي بقى حتى تاي يفوت وقته. صافي نقول لكم الرميه وما رميتش لحقاش ماشي شي حاجه خايبه، وفي نفس الوقت ما كاين لا شي تبارطاج. المهم عاودت خديت واحد شامبو اخر، خديته غير من رجال البنات حتى نوري لكم هذيك سميتو الرشاشه كتباع في الطرف الفارماسي، ما عرفتش الثمن ديالها. يمكن فايته، يمكن عندنا وان اختي دابا كنخرج صيفط لي التصويره ديالها كنخرجها للطبيب. المهم دابا انا البنات بغيت نقطع من شعري شويه على الاقل، زعما ما سخيتش بيه انني نحيد لي كاع هاد لي بوينت، هو راه متضرر بزاف من ديك المره فاش كنت درت ليه البروتين في اكادير وبقى لي متضرر. دونك دابا اشنو غادي ندير في الصباغه البنات؟ بغيت نفتح اللون ديال شعري، بنفتح اللون ديال شعري. جبت سعود واحد وجبت السبعه، يعني اي ماركه نتوما بغيتو. الا عندكم الفلوس الماركه ديال 100 درهم فراه احسن حاجه، ما عندكمش عاد هذه كدير 30 درهم. المهم داكشي اللي متوفر عندكم على حساب جهد كل واحد. انا كنخلط سعود واحد مع السبعه، كنخلطهم بجوج باش كيعطيونا واحد اللون زويون. هو الا كان الشعر اصلا زعر غيكون واحد ديفيرونس ما بين التحت وما بين الفوق، لحقاش الفوق اللي غاسلين كحلين غيعطيو واحد اللون والتحت غادي يعطيو لون. هو الا كان الشعر كامل بلون واحد عاد ديروا هاد الصباغه غيطلع لكم، ممكن ما كانش. المهم انا اصلا عام ما يبقاش ليا هادشي، هذا يديرونجيني ما يبقاش ليا هاد الكحوليه كتبان ليا وصافي. نبدل شويه فغادي نبدا غادي ندير هاد سعود واحد البنات كامله. انا كملت ساليت هنا واحد المقص تيبكي على الغربه شتو. المهم انا راه كنحاول كنحيد على لي بوينت البنات، راه ماشي كندير شي تقطيعه حساب لكم كندير شي تقطيعه ولا وليا صباح ما قاديتيش تقطيعه ولا راه كنحيد غير لي بوينت. هاد الشيء هذا المضرر شتو كيولا، هذا مضرر بزاف هنايا ما متقصفش بزاف بحال هنايا، فكنحاول كنحيد غير لي بوينت باقي ليا هنايا. داك شامبو البنات اللي قلت لكم في الاول فاش استعملته هو الحاجه ما عرفتوش نتوما بحالي بعد المرات ولا لا، كتستعملي ديك السيمانه الاولى ولا شنو كيجيك زوين شويه. دابا ولا دابا شحال باش استعملتو؟ شي تقريبا شي كدا وعشرين يوم ولا ولات ليا الحكه في راسي، ما عرفتش علاش ضربتني الجلده ديال الراس. صافي وليت مشيت قبيله والله الا وليت مشيت شريت شامبوانات اخرين نحيد هذاك مبقيتش نغسل بيه. واش حيت انا يا شعري اصلا دارني ولا الجلده داراني ولا مع لقيت؟ المهم داكشي علاش ما بقيتش بغيت نكمل نوري لكم حقاش ما عجبنيش. ما عندكش المره شي مقص ما عندك اكثر من هذا؟ هذا راه والو حافي ماشي مشكل، هذا حافي ولكن ماشي مشكل قصت منو بعدا بحال ما هكا. انا كنحاول قلت لكم البنات راه كنحيد غير لي بوينت وحنا غادي نبداو. شوفوا انايا راه ما عندي لا شي تا لا جوج صباعه تقليديه وبيدي توصل تمشي للحمام. المهم كنبدا ندير انايا بالطريفات اللورانيين من الاولي، اغلبيه ديالنا حنايا اللي تنصبغو في الدار. شوف بعدا انا دايره التريكو هذا عاديال خزيت عاديال الوسخ تا هو تنصبغو الجدر هو الاول البنات، لحقاش هاد اللور هذا راه كياخد وقت في الصباغه كثر من الجهة القدامية، الجهة القدامية راه بزربة. صافي نبقى انا هكا البنات بشوية بشوية حتى تنسالي الشعر.
وكذا، واخا وليت كيجنني. شوفوا البنات، انا راه كنعتبركم عائلتي الثانيه وخواتاتي وسميتو، كنصور يا اما مقاده حالتي يا اما ما مقاداش، يا ماكي يا بلا ماكياج يا لي. المهم جيتكم دابا كيجنني، كي بسم الله الرحمن الرحيم. انا صبغت شعري، درت شويه هنايا في الحجبان. غادي تقولوا لي لا صباح الصباغه راه كاينه خاصه بالحجبان، حنا مباركه من اللي صطات هاد الصباغه عندنا في هاد المدينه المسعوده، مباركه المسعوده. مشيت قلبت عندهم الماكياج اللي كنت كنتقدم من عنده يعني سنوات سنوات، لقيت واسد تحول ما عرفت فين. مشيت دخلت القيصريه لداخل عند واحد الواحد عنده غير 9 و 7 ما عندوش. ومشيت عاوتاني وليت غير المرجان اللي خديتها واخا زايده 5 دراهم تقريبا، اكثر من 5 دراهم على الحوانت الاخرين. الحوانت الاخرين كتباع بديك 550 حتى 600 ريال، مرجان كتباع ب 700 وشي حاجه. المهم انا الباركه ملي لقيتها فدرتها الحجباني باش ما يبقاوش حجباني كحلين. وهنايا صفر، غنمشي نطيب شي حاجه ناكلها باش نستعد نمشي الحمام كمد عضيماتي، باش شويه 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 النفسيه دي الناس البنات تخسر لهم النفسيه ديالهم، تيمشيو يخرجوا يفوجوا سميتو. انا بغيت نبدل عشاء كاكسي ونمشي نكمد عضيماتي. بارك الغالب الله، المهم نمشي نصايب شي حاجه الناس. اضعاف الايمان، درت واحد شويه ديال البصيله وشويه ديال الكتا، غندير فيها البيض وغنحط. راه سولت دابا نور عند كلاوش تاكلي فيها البيض، قالت لي و نور هاد الدنيا هانيه البعد كاكا هي لا لا لا. المهم غادي نديباني وباش ما عطا الله نور راه فرحانه كانت ديك معايا الحمام التركي عندنا تيدير 30 درهم حيت ما تصبغش العادي. يدي تعوم شويه تايقط ماما تعدي وخلي اسبوعو كلشي على الصويك. حنا راه نشطحو شونا وليت كي بسم الله الرحمن الرحيم. هيا دور نهز التساك حتى هي ياكليله وندنا. حنا غاديين دابا للحمام نحطو تيليفوناتنا. الدار بلينيدا زوينه، شوف هاد الفيديو هذا توريه لك. يلا زين هزه لي شو حاطه لي دي معك ليمون الحمام ديرو مان. يلا يلا نحط التليفونات على البنات ونمشيو انا وبنتي نتحمحمو. حصلنا نادا فاش مشات البارح للحمام بوحده ما دات لها كيس لا حتى حاجه، ما حكاتش. وقلت لها فين مشات اخوات عليها الموجات، قلت لها واش حكيتي؟ قالت لي واه اي كديدي بنتي غتحك، حيت مايمكنش في ربع ساعة تحك وتجي موجدة حكا. حيدي ديك السلسلة قبل ما نهبطو. يلا 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 باش نكملو عضيماتنا انا وبنتي. تكدت ها حنا جينا ولا تقولو ما جينا الحادقة. خرا ما حكيتيش مزيان كي جاتك تحمحيمة مع الحبيبة المهمة لابوسيني. وانت اختي شتك قلت لك جيبي ليا الدواء دايره ليمونه جوج. قال لك ليمونه جوج ليمونات عطاو وديال البينوار. هو يا اختي واحد تحميمه تحميمه بغيت هذيكم يا كويدات ديالي يا خوات الرضوى الحلوه مقرضه. واحد تحميمه دوزنا المهم مبرعه 5 5. جينا دابا للدار. الصراحة البنات بغيت نشوف شعري باش نشوف كيفاش خرج ليا اللون كيفاش، ولاني لا ماشي عادي زوين. شوف الحجبان، شوفي تشوف ليا في الحجبان. ولاني البنات ضرني راسي، غادي نشرب واحد الكينة وغادي تكا واحد ربع ساعة بين ما وصلت الوقيته نجيب نادا من السويع وعاد نشوف شعري ونشوفو كيفاش جيت. اختي جيت قرطاسة، جيت بومباش. شكنتي تقولها ما عرفتش. ما كنتي فيا وكاك كي جيتك كيف ما كنتي معاك ياك ما زويناش انا صافي ما تخافوا معاك ليش اللي بحال هذاك الدمية الصغيرة وبغيتي تذوقيني تخاصمت معاك. ناري اختي عندي هاد القبيحة هادي العويفية تقول لي وسربي خلاص ورا عندي المدرسه. هانا البنات هاللون ديال شعري دابا الصباح وزقايت خفري وانا اصلا اللي شط لك شعكاك تبارك عليك شعكاك نوران داري. تخيلوا معايا هادي تكونوا استاذه والله يتدري يجدر من الصغار كنت استاذه والله شطع عليهم الحز دبان ما
عرفتي بنتي فراسكم تيكون شي حد يضحك معايا تيقول لي صباح تناسب مع كل شي حاجه تقول لي شوفوا وقلبي على نوره هنا هذه راه قبيحه ما نديرش اليد في اليد شي حد هذه راه قبيحه قالت لي سلمى خلاص راني داخله خلاص عندي عندي القرايه قلت لها انت قبيحه هاتوا شوفوا ولات كوني كوافوره زي ما دريش العريسات شوفوا المهم البنات المهم انا بغيت نخدمو يا ولدي المهم شوف اللون هو عيطت شادي واعر بلاتي واحد الحاجه بلاتي غير لا الا نصوب واخا غير بلاتي دابا راه الناس كيحساب ليهم انتي ما مربياش ما مأدباش ما كتبان لكم لا دابا شي فيديوهات كتهضر معايا دابا انا الطريقه ديالي مع نادا واحد الا قلنا 90% صاحبتها ورا الوحده دابا راه داخله دابا 90% اسكت خاله زومبي دابا 90% انا صاحبة نادا لان نادا كنبغيها نكون انا صاحبتها احسن ما تصاحب مع البنات الاخرين وديك 10% كيبقى الدور ديال الام كنساو راسنا في الفيديوهات لاننا كنهضروا يعني متلوقين بحال عائلتنا قدام عائلتنا وصافي شوفوا دابا ما نكبل بليز وما درتش لك لي غاش باش نبان لكم زوينه قلت لكم البنات فكنصاب راسنا كندامجوا في الفيديوهات يعني عادي كيف ما كنتعاملوا في الدار كنكونوا نضحكوا كنكونوا هذه صغه بصفر هزيتي ديك الشيطه لا والله ما عمرني ما هزيتها فكنتعاملوا بالعفويه ديالنا نادا ماشي قليل الترابي ولا شي حاجه غير هو حنايا ما كان انا مكنمثلوش لكم في الفيديوهات لا كيف ما كتهضر معايا عادي كيف ما ولكن كيكون واحد الدور واحد الوقيته اللي كنكون الام 100% لعبه الام وتن يعني نعطيها العصا ونعايرها وندور فيها وسميتو فرا تندور فيها قال لكم الصنداله تصيفط على بعد 100 كرامات تجيب لي هذاك نيشان تما هي عارفه راه لا طلع شيخين الا طلعت لي الزعاب اما في الفيديوهات ديالنا تقولوا ندى كيفاش كتهضر معاك بهالطريقه ولا ندى كيفاش هادي ولا ندى راه كتهضر معايا كيف ما كتهضر مع صاحبتها انا معلمه موكاك مقربه يعني العلاقه ديالي بيني وبينهم قريبه بزاف انا وندى اختي راني قاريه يا سربي يا سربي واش كاكتي واش تهضري يلا سربي يلا خدم ماكينه بسم الله خرجيني بوغوطا خرجت شعكيك على خير هذا اللي مدي احساس هذا دابا هذا تصايب ولا انتقاء ولا دابا قلت لك يلا ما تقدريش تخدمي تتاقمي مني لا 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 يعني هذا راه بسطة جديدة ولا تعالمية وديك كنت يخدمي تليفون كان غضب التليفون طبعا نادا صارت المرحلة الأولى بجد نص دابا كريبة بحالي ها كريبي لك اللون طلع زويون عرفتي تعاودو مرة أخرى يجي واعر طيب تتكس صارك غادي تخرج يديا وش تقطع كي جات شفنا عبد القادر يجري عليا وتقطيعه ما تشوفها وانت غاسكت حنا حيدنا ليها لي بوانت صاحبتي وتصايب لي انا دابا بحالها هذا بشعر ماما شرعان الاول باقي ما كملتش شعر ماما شي صرخه قاصه مربعه يديك الامانه هو باقي الشعر كاع انا شعري يا اختي حاجي زوينه ماشي لا داك البنات راه تنكونوا نضحكوا انا علاش شديني ليا ديك ودايما انت اللي كديري عليا علاش شديني ليا ديك انا فخوش لا فكر سكت لا تخسر ليا تخسر ليا ما فخوش وانا عندي بحال طريق ال 50 100 والله الا جيت زوينه طالع لك شعر فراسكم فراسكم لا لا خليها 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 والله حتى جاتك كواعر لا 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 وحيدي زكا 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 نور هنا نور هنا لا صعب شو ما درتي لي لي ها هكا لا عندي جبهه سكوت قال لك عندي جبهه
البنوت قالت لي دابا تحس براسي انا الغيره ديالها. سكتي تفرجي نحمد الفرشه انت امك لا لا عندك ديري لي داك لا لا يلا سربي. المهم البنات بلاتي بلاتي حتى من بعد عاد كاع نكملوا الفيديو صح ماشي بلاتي نوضوا شقه وشقه نوضوا انا اختي انت ودن ها هو صافي. المهم البنات نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه. شوفوا كيف جاتني وخليو لي في التعليق ديالكم وشوفوا اللون انا قربته لكم. اللون راه جا زوين بزاف ويا ربي تخلي لي الشطبه ما تنسيش لا شي حاجه حيدت البريزات تتحيدهم بالمزيان. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه البنات. ما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم تقولوا لي كيف جاكم شعيروا التقطيعه واخا حتى شي حاجه ما تتشبه الاخرى. سلام عليكم.